السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه مشاركه انترنت وي بي ان هاتف اندرويد مع الكمبيوتر بنظام ويندوز والماك. طبعا في شو يفيدك هذا الشرح؟ باختصار اذا كان عندك وي بي ان، برنامج وي بي ان على هاتف اندرويد، فهذا الـ VPN تشاركها مع الكمبيوتر بحيث أنك تقدر تتصفح المواقع المحظورة من على هاتفك وأيضا من الكمبيوتر. يعني راح IP واحد تقدر تستخدمه على الكمبيوتر والـ اندرويد، اوكي. طبعا ايضا يفيدك اذا كان عندك يعني اكثر الوي بي انات اندرويد مجانيه، ولكن اذا تريد تحمل وي بي ان للويندوز مدفوعه. فبهذه الطريقه تلجا انك تسوي هذا الطريقه حتى تشارك الوي بي ان مع كمبيوتر، حتى تستخدم على الكمبيوتر بوي بي ان مجاني. اوكي، نروح لطريقه عمل هذا، كيف ترى تشارك الوي بي ان مع الكمبيوتر. اوكي، نروح للشرح. اول شيء كل ما عليك انك تفعل البيانات الهاتف، يعني الاشتراك الشهري او انترنت الشريحه. اوكي، نحن تشوفون فعلت الانترنت الشريحه. بعد ما تفعل هذا الخيار، كل ما عليك انك توصل الكيبل بالكمبيوتر وهاتفك الاندرويد بهذا الطريقه. اضغط على موافق. طبعا هني شوفوا، لاحظوا نقل الملفات وايضا هذا الجهاز بهذا الطريقه. اوكي، الحين كل ما عليك انك تروح للرابط في الديسكريبشن، تحمل هذا التطبيق على كلا الجهازين، على اندرويد وايضا على الويندوز او الماك. اوكي، هذا البرنامج. بعد ما تتحمل البرنامج على الاندرويد وايضا انا محمل البرنامج على الويندوز من اول وتم تثبيتها، هذا هو البرنامج. ناس ما يشوفون راح بتحصله هنا، هذا هو البرنامج، هذا هو البرنامج مثل ما تشوفون. اوكي، الحين كيف تفعل الوي بي ان من اندرويد الى الكمبيوتر؟ كيف تشارك الوي بي ان على الكمبيوتر؟ الطريقه جدا سهل. اول شيء راح اروح للكمبيوتر على كنترول بانل، راح اطفي كل الواي فاي وانترنت واشياء المتصله بالانترنت. يعني لو كنت استخدم كيبل، يعني انترنت كيبل انترنت، راح أطفيها. أيضا إذا كنت أستخدم الواي فاي أطفيها، لأني الحين راح أستخدم الإنترنت الشريحة الوي بي إن أشاركها مع الكمبيوتر. أوكي، الحين ناس ما تشوفون ما في أي إنترنت، لاحظوا ما في إنترنت، يعني ما في إنترنت. ناس ما تشوفون علامة بلوك، يعني ما في إنترنت. الحين راح أشارك إنترنت الهاتف أندرويد وي بي إن. أول شيء شغل برنامج وي بي إن. طبعا تقدر تستخدم أي برنامج، بي سي سايفون او هذا البرنامج، هذا او مابل وي بي ان، اي برنامج وي بي ان. انا افضل هذا البرنامج وي بي ان مثل ما تشوفون. اوكي، راح اتخطى الاعلان واشغل الوي بي ان مثل ما تشوفون. وي بي ان، تفعل الوي بي ان على الجهاز، ظهر لك اعلان، اغلقها. ناس ما تشوفون الوي بي ان الحين متصل، لاحظوا متصل. اوكي، بعد ما تتصل بالوي بي ان راح نشوف الوي بي ان اي دوله. راح نسوي نروح لموقع اختيار مشاهد الاي بي الجهاز مثل ما تشوفون، بحث عن انواي. الحين هذا هو الاي بي الخاص بي مكسيك. اوكي، اريد هذا اشارك هذا الوي بي ان مع الويندوز اوكي او ماك. اوكي، الحين كل ما عليك انك تروح تفتح البرنامج، هني بتحصل خيار مشاركة عن طريق USB، مشاركة عن طريق الواي فاي وغيره. فأنا أختار بما أني حطيت كيبل أريد أشارك عن طريق الكيبل، إنترنت عن طريق كيبل أو واي فاي. الواي فاي أنا جربت ما يشتغل، ولكن USB شغال 100%. اضغط على هذا الزر علامة صح مرة واحدة، لا تضغط مرتين لأن البرنامج راح يتعطل. اضغط عليه مرة واحدة وانتظر. أول ما تضغط مرة واحدة انتظر، شوفوا لاحظوا مباشرة تم ربط التفعيل مشاركة الوي بي ان. الحين تروح على الجهاز بعد ما تثبت البرنامج، بيعطيك أيقونة البرنامج هنا،
في شريط المحام، نزل هذا البرنامج تحت حتى يكون يسهل عليك الدخول عليها. الحين اضغط على ضغطه راح بتحصل هني كونكت يو اس بي، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها انتظر ثواني راح يتفعل الانترنت. شوفوا لاحظوا، لاحظوا يتفعل الانترنت، انتظر ثواني حتى تشارك الوي بي ان الاندرويد. ناس ما تشوفون تم تفعيل الوي بي ان مباشرة، لاحظوا تم تفعيل الانترنت. الحين في انترنت، تم مشاركة انترنت وي بي ان من الاندرويد الى الكمبيوتر. الحين لو نفتح موقع البلد وي بي ان نشاهد عنوان او نفس الاي بي، لاحظوا لاحظوا الاي بي نفس الاي بي اللي موجود هني، نفس الاي بي اللي موجود هني موجود على الكمبيوتر. الحين تقدر تفتح اي موقع محظور كانك انت تتصفح هاتف اندرويد. ناس ما تشوفون هذا هو قناتي، تم شغال انترنت حتى جوجل، كل مواقع المحظوره تقدر تفتحها، حتى الهاتف في انترنت. ناس ما تشوفون جوجل شغال كل شيء بنفس الوي بي ان. الحين شاركت الوي بي ان على هاتف على الكمبيوتر بهذه الطريقة، جدا سهل تم تفعيل الوي بي ان هاتف اندرويد ومشاركتها مع الكمبيوتر. تقدر تسويه على ماك وايضا على الويندوز. بس يا شباب هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس شرح مهم، انصح الكل يجرب هذا الطريقة حتى تعطل الخاصية هذا. بس تروح لل هذا الأيقونة تضغط على ديسكونكت يعني قطع الاتصال. خلاص الحين حتى الاندرويد تعطل هذا الخيار، خلاص يرجع الهاتف في وضع الطبيعي. بس يا شباب ناس ما تشوفون الحين طفي الواي فاي الانترنت الشريح حتى ما تخسر انترنت وايد. وبس يا شباب مع السلامة.